فكرت في مره تقرا عن كتاب بيتكلم عن الاقتصاد والمال؟ اكيد 90% اللي بيتفرجوا على الفيديو ده ما عملوش كده قبل كده، مش بعيد يكون كلكم. اول حاجه تعملها دلوقتي اجري على محفظتك وافتحها شوف فيها قد ايه، او اقول لك افتح اللابتوب او الكمبيوتر او الموبايل بتاعك وادخل على حسابك في البنك شوف فيه كام صفر. حاجه تانية حطها في دماغك، اوعى تفتكر ان المدرسه علموك ان انت ازاي تبقى رائد اعمال. حتى عقليه الاهل، كتير من اهلنا يقول لك يلا ذاكر عشان تنجح عشان لما تتخرج تشتغل وتبقى موظف وتقبض كذا، ويبقى تركيزك كله ان انت لازم تصحى بدري وتروح معادك وتخلص شغلك وتعمل التاسكات اللي عليك، وبعد كده تروح تعمل اي حاجه وتنام وتصحى تاني يوم في نفس الدوامه، ويبقى همك كله ان انت تستنى السنه الجديده عشان خاطر ينزل لك زياده او علاوه او تشوف شغل تاني في شركه تانية. في الفيديو ده هقول لك على 10 كتب اقراهم، صدقني مش هتخسر اي حاجه. ايوه هتقراهم، بالعكس ده هتغير حياتك زي ما غيرت حياه ناس كتير، وناس كتير ناجحين قوي قوي قوي، ناس معروفين جدا ومشهورين حول العالم كله، زي ما غيرت حياه غيرك هتغير لك حياتك. اول كتاب لنابليون هيل، فكر وازداد ثراء. الكتاب ده اتنشر اول مره 1937 وترجم للعربيه في 2010. الكتاب الثاني هو اغنى رجل في بابليون لجورج كلاسون. صدقني الكتاب ده من اعظم الحاجات اللي ممكن تقراها في حياتك، وبعد ما تخلص كتاب هتسقف له. كتاب الاب الغني والاب الفقير، الكتاب ده لروبرت كيوساكي. الكتاب ده مفيش رائد اعمال ناجح ما قراهوش. ده بيوضح لك القرارات اللي انت ممكن تاخدها وانت راجل غني، والقرارات اللي انت ممكن تاخدها وانت راجل فقير. رابع كتاب معانا هو اسرار عقل المليونير لتي هارف ايكر. الكتاب ده بيوفر لك الحلقه المفقوده ما بين رغبتك في النجاح وتحقيقه، وبيدي لك الاسباب اللي هيخليك تنجح نجاح كامل او متوسط، او الاسباب اللي ممكن تخليك تفشل. خامس كتاب هو المليونير في البيت المجاور لتوماس وويليام دانكن. والكتاب ده بيكشف لك النقط اللي موجوده في الاثرياء وفي الغالب ممكن تبقى موجوده فيك. سادس كتاب هو النموذج الرباعي للتدفقات النقديه لمؤلفه روبرت كيوساكي اللي الف كتاب الاب الغني والاب الفقير. في الكتاب ده هتتعلم اسرار تحولك من موظف الى رائد اعمال ناجح. الكتاب السابع هو كتاب مميز جدا لديف رامزي، والكتاب ده اسمه تحول المالي الكلي، وهيعلمك ازاي تتخلص من ديونك وازاي تعمل صندوق للطوارئ. الكتاب الثامن هو كتاب المستثمر الذكي لبنيامين جرهام. في الكتاب ده هيعلمك ازاي تحلل التمويل وازاي تركن مشاعرك بعيد عن الاستثمار، وهيعلمك ازاي تتعرف على استثماراتك كويس جدا. الكتاب التاسع هو اتقان لعبة المال لانتوني روبنز. الكتاب ده هيعلمك 7 خطوات بسيطة جدا لان انت توصل للحرية المالية. اخر كتاب معانا في مجموعتنا هو كتاب لريتشارد تامبلر اسمه قواعد الثراء. الكتاب ده هيوجهك توجيه صحيح جدا انك توصل وتحقق خطوات مهمه جدا لطريقك للحريه الماليه. وبكده يا جماعه انا عملت اللي عليا وقلت لكم على 10 كتب، جربوها مش هتخسروا حاجه. انزلوا اشتروها، دوروا عليها على الانترنت، نزلوهم واقروهم. هكتب لكم اسامي الكتب دي هنا في الكومنتس او في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يا رب واحد بس يكون شاف الفيديو قرأ الكتب دي، صدقني هتتغير مليون في المية حياتك، مش انت بس، يعني حياتك كلها هتتغير، حياتك الاجتماعية، حياتك المالية، تفكيرك الذهني، تفكيرك الاجتماعي، تفكيرك الاقتصادي، كل حاجة فيك هتتغير. اقرأ العشر كتب دول، هاتهم او هات جزء منهم واقراهم، خلصهم وهات تاني. العشر كتب دول حقيقي مهمين. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وكومنت وشير، وكمان لو انت على اليوتيوب يبقى ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، ولو انت على فيسبوك ما تنساش تعمل فولو ولايك للبيج بتاعتي. انا عمرو داغر، اشوفكم في حلقة تانية.